القمة هذه هي قمة هامة جدا واستحقاق يعني جاء في وقته، وهو وقمة سوف نعمل جميعا على إنجاحها ولإنجاح مخرجاتها وعلى العمل على تطبيق مختلف مخرجاتها، لأننا اليوم في وقت يعني حساس جدا في عالمنا العربي، وعلينا أن ننكب على 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 إيجاد الحلول اللازمة لهذه الإشكاليات القائمة والإشكاليات المتجددة التي كما قلت لكم هي إشكاليات جديدة، منها الأمن الغذائي والأمن الطاقي والأمن البيئي والأمن والهجرة، وكذلك مسألة الهجرة اللي هي كذلك مسألة مطروحة بشكل كبير جدا وبشكل يهدد أمن القومي، وهذه كلها مشاكل وهواجس سوف يتحاور فيها القادة العرب في هذه حلقات المشاورات المضيقة التي أتحتها لنا هذه القمة. الجزائر ستنجح في ستنجح ستنجح ستنجح.